هل تعلم أن هناك شيء غريب في طاقم ملك القراصنة روغر ولم يلاحظه أغلب الفانز؟ وهذا الشيء هو أسماء أفراد الطاقم. فجولد روغر اسمه جولد أي الذهب، بينما سيلفر رايلي، وسيلفر تعني الفضة، وفي الأخير سكوبر غابان، وسكوبر تعني النحاس. فأودا رتبهم حسب الأقوى، حيث يعتبر روغر هو الأقوى في الطاقم، ويليه رايلي ثم سكوبر في الأخير. وهذا يمكن أن يجيب على سؤالنا هل سكوبر أقوى من أودين، والإجابة هي نعم.